هو شال 10 اليوم بلوك جديد نهار جديد في فيتنام عاصمه هانوا. اليوم ان شاء الله نجيبوا معكم دواره في هذه الاجواء هذه الجميله الرائعه، غنحاولوا نكتشفوا شي حاجه جديده، نشاركوا معكم امور جديده. هادشي علاش الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوف هذا البلوك دير شي حركه لايك بارطاج اشتراك باش تطلع هاد لاشين، وان شاء الله راه غادي تكون شي لعيبات اللي عمر شي يوتيوبر مغربي دارها. المهم عندي شي افكار باغي نديرها خاصها غير البديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. Go. Where are you from? Morocco? Morocco, yeah. Assalamu alaikum. I'm from Pakistan. Musharrafin. Do you speak Arabic? I don't speak Arabic. Ah, you speak but English. I heard you speaking Arabic, so I thought I'll say salam to you. Ah, okay. Thank you. Thank you. شاف توني عرف توني ديال المغرب قال لي واش تهضر عربي؟ قلت له اه. قال لي هو تعرف غير السلام عليكم بالعربيه، تيهضر باللونجلي. المهم بدينا تنقشبلو شويه حنا في اللونج تنديرو اتواج ديالنا. اليوم الحد اخوت راه الدنيا عنده معامره، المسجد كذلك مسجد النور كان عامر بزاف بالعرب، والزوينه اننا لقينا مغاربه بزاف، تعرفنا على مغاربه جداد. من هذه الحوايج راه رخاصه الخوش، لكن الواري هي الكاليتي في الثوب، هادشي لا الثوب فيهم واري. كتبوا لي الاراء ديالكم اخوش في لي كومونتير، كيف جاتكم هنا الزوينه ولا خايبه، واش عندكم شي فكره نديرها، بغيتوني ندير شي لعيبه في الشوارع ديال هنا مثلا تجوب الناس ولا ندير شي حاجه بحال هكا. كتبوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير ان شاء الله غادي نبدا نخدم عليهم. هاد اللعيبه ديال الصوصيص ولكن تتكون ديال الحلوف موجوده هنا في ممشيش. شي بيض ما عرفتشنا هو ربيع. العب الدراري الصغار تقرا فيزا ديالها ما خوش كاملين تيديروها شي فيلم صغيورا هما صغيورا تيزيدو صغارو. بحال هادي السينكا بحال تقول شي 28 درهم من حاجة السيكان هما الدريات هذا لو تخيل انا كل النصار كنمشي زبون بحال هاد الالوف ميري تدخل عليك امك هزا شي لعبه بحال هادي هذاك هو النار الضير عندكم صراحة الطفولة تدوز زوينة باش نكونوش عارفين قيمة حتى الشرف تجي ولا تقول هي
شي اللي باقي شو صغيره. اللي عجبها شو شي حاجه في هذا الفلوق هذه اكتبها لي في لي كومونتير شنو عجبك. اللي عجبوك كانيش هذا هذا راه فين ماشي ندوز من هذا تنصحبو دير بالعاني دابا راه ما كراش نهفط عليه نشوف واش ينبح ولا لا. فنيون زوين ترى كانيش واعر واعر عرفتش كيدير بحال شي فنيده ديال هذاك التشكيل بحال هكا صبغي لي ودينا شو الرجلين بالغوص صراحه واعر. اما طاحش في هذيك الفئه ديال الفيتناميين كنا دارو قشبان أجواء زوينة الصراحة. المشكل اللي عندهم هنا أنهم ما تيهضروش باللونجلي ولا فرونس خاصة تبقى بحال تقول 80% تيهضر بها الفيتنامية راه تحاور ما أنت إلا ما درتيش جوجل تراديكسيون راه ما غاتفاريهاش والواري إلا جوجل تراديكسيون درت شي غلط تولي معايرة ولا شي حاجة. شاد اللعيبة هادي سي صيف فيها قالت لي حركة غريبة نجيو نسجلوها. هذا الخوت شي هذيك تتشوي الاخطبوط هذا سي صايب كلاص سي صايب واحد الكلاص باللمسات ديالو. خوش دابا جينا هاد المنطقة هادي نوريكم شنو تيتباع فيها. المهم هاداك الشيء تيبان لي غريب هادي راه معروفة شيبس هادي فروي كاين الواعر أنها كاع كاين واحد الفروي باللقامة صافي هاديك راه معروفة شيبس بالفرماج. نوريكم هنا البلاصة لاخر ألو نوريكم بلاصة لاخر عاوتاني كاين هاد اللعيبات هذا ماتش نوم هذا بنتي بحال شكل القمرون ولكن ما عرفتوش واش القمرون بصح نيت ولا لا.
just take ah. Yeah. Ships the farmers. اه الطريقة باش كيفاش يصايبوها. هاي تتصايب فيها هنا. صراحة شي زوين. هادشي رائع. حنا غادي نمشي نكتشف الخوت. الدنيا عامرة لنا الخوت بلبلة. دابا غادي نحو الباخره. هادي تسموها باخره ولكن هي موبل على شكل باخرة عامره قاوي. وباغي نمشي داك القاوي ان شاء الله نجرب الجلسه فيهم حتى تكون شي حاجه لي طوب واعره. هاد الفروي هادو فين ما تمشي تلقاهم الناس مريحين هنا حاطين هاد اللعيبه ديال الفروي. الو راه تبغي تاكل شي حاجه و تخاف لا تكون مخلطه بالحلو. وتخيلوا لي اخوت تخيلوا لي ان الفروي وليت شاك فيها ربما يكون معمر بالحلو. ان عندهم الحلو بزاف وليش اي حاجه شاك فيها انا الا هذاك الجامع الله يجازيه بخير حتى نكون مرتاح عارفهم جايبين شي حاجه ديال الحلال. دابا اخر بلوك جينا ريحنا في واحد القهوة جلسة ديالنا زوينة هاي نشاركها معاكم. جلسة زوينة احسن حاجة في الفيتنام هي القهوة ديالنا. فيتنام ثاني بلد مصدر القهوة من بعد البرازيل يعني عندهم كاليتي ديال القهوة. القهوة عندهم واعرة يفوت تجي فيتنام تبلا بالقهوة. وهاد الكيك بقيت نكري منه تنقول لك ما فيه شي حاجه ديال الحلو كنت سولتها قالت لي فيه الحليب والزبده وداك الشيء وقالت لي مكونات اخرى وانا نسولها بالتراديكسيون قلت لها واش مكونات اخرى عندها علاقه مع الخنزير قالت لي نو 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 صافي هو النافذه كيف ما فيه حتى شي حاجه ديال الحام ولا شي حاجه واعر الشكلاط. المهم الحاجه الوحيده اللي تبداو بها بزاف هي القهوه. يلاه ان شاء الله خوت البلوك الجاي ان شاء الله ما تنساوش اللايك والشيرات والبارطاج باش ديما يوصلكم جديد وان شاء الله ما حد الدعم غادي يكون ما حد المحتوى غادي يتطور. ما نقدر باغي ندير شي حوايج اللي عمر شي يوتيوبر مغربي دارو غير يكون معاكم منكم الدعم وان شاء الله تشوفوا معايا كل الخير. يلاه ان شاء الله.